يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. صبحكم الله بالخير، شلونكم الغوالي متابعين؟ رب يحفظكم. طلبوا الأخوة اللي يردون طبقة الحني يدللون علينا بيعمل، بس أصر عصب علينا انت. هاي راح أشوفك طبقة الحني وبخدمتك. شنو طبقة الحني أبوها غالي؟ بس خلي امسح الشاشة. يلا ورجعت لك، هسه أشوفك طبقة الحني. دن زوج اشعل بصفر على طيره صفراويه زقن حناني. هاي خذ لها سكرين، هاي الصوره، هاي اول زوج. بسم الله الرحمن الرحيم. لان الزوج ما يحتاج هذا الحني بصفن واصفر، زقن حني واصفر. شوفوا يا عمي، اشعل بصفر على طيره زلفين، هذا ابنهن حني. بعد هذا الفحل كان الطير تمام كعكل، المهم تشبه هاي نفسها. طير تمام كعكل تشبه هاي، هذا طيرته، هاي طيرته. شوف هذا الفحل بدرنك، هاي طيرته، وبنهن حني. يا هو ابنهن، هذا ابنهن تمام كعكل. شوف عمي، هذا بيطخه ما صعدته فوق. دور حناني، هذني الطيور زقن حناني. هسه طبقي طبقات جديدة بيضا، لأن الزوج يزقن حني إن شاء الله رحمه. احنا نقول إن شاء الله لأن الزوج خلصانين من الأكل، لأن الزوج زقن تك ما علينا به، لأن عندنا فرخات شوية كبرن. أهم أشوفك إياهن وتدلل دن بنات هاي الصفرة على هذا البدرنق الأبيض جوا التور، خليهن. مهم لان الزوج يزق الحنان. بينات بينات خوش. بعد يا زوج يزق الحنان. طبقات جديدة عندي لان الزوج ان شاء الله 100% يزق الحنان. بس شوي الفحل خلي يشوفونك هذا بدرنك على هاي الطائرة ان شاء الله. لأن الزوج إن شاء الله يزق الحنان. لأن الزوج إن شاء الله، نقول إن شاء الله. بس اللي ثبت زق الحناني شوفت لك يعني هاي بداية الفيديو، ذن جواهن زقهن، وهذن أول زوج هم موجود زقهن. يا الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. الفرخات هاي البيضة الثانية، هاي بنقرة. بعد هاي الطبقات الجديدة موجودة. الطبقات الجديدة هذا الأصفر ما صعد، هذا الأصفر الزراعي ما دشرته وياهن، وهذا الحني ما دشرته وياهن بيرده، ما يفيدني شو أسوي به. بعد ايش عندنا؟ عندنا هنا فرخات بعد، لأن زوج فرخات. هذا واحد اصبع عليه خلي يشوفون وجهك، وذاك اخوه. بس اصورنا يا عم، اصورنا. شوفون هذا واحد، تعال 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 تعال. لا لا لا، ممنوع الدخول، ممنوع الخروج. لأن زوج جواهن، لأن جوان فرخات طبعا، ده ندايات. خلي جوان فرخات بعد، جاهنا جاهنا جاهنا. لأن جوان فرخ واحد، هاي الطبقات. أي سؤال عندكم اكتبوا. أمور الغالي حبيبي وصديقي والمتابع، أفضل متابعينا طبعا صياد الأموري، حسين، فاضل، علي فاضل العفو، حمادة صديق الطيور، علوش الزيداوي، عباس الزيداوي، أبو التاك عمي. طبعا هواي متابعينا، خاف أنسى ساميكم اللي يعلقون ذولا، دائما أذكركم وأنا بخدمتكم. ايش عندنا؟ ساعة
سألني على بدرنق مطوق، على بدرنق مطوق على طيرة صفرة. شوف إذا مثل ذني، إذا مثل ذني أبيض، هذا بذيله حمار، هذا مخلف بعد ما شامر ذيله، هذا مخلف ما شامر ذيله. دعنا منها. أوف هذا، أوف هذا مثل ذني بيضة طيرة وطوق أحلها أصفر. أذني زقن عندي تك شكري حيرن ذني. أوفنا من ذني، ذني الفحل أبيض كله أبيض بدقات خفيفة وطيرته صفرة. زقل لي زوج حمر وهذين هسه فرخاتهم. بعد عندنا بدرنك، بدرنك بدرنك عندنا هيك بدرنك، هيك بدرنك اموري، هيك بدرنك بعد الصبغة مالته حبيبي، الصبغة مالته صفراوي فاتحة مو حابسة مو رماني. ذني زقه لك ان شاء الله حناني 100% اموري. هاي الطبقات شوفن، هاي شامليه بلاج وشامله بسود، وبقيتين ارتزق بيضت يمكن الطيرين بيضه. عشدنا ذني زقن احمر، احمر هذا ابنهن يمهن زين، وبناتي فوق فعدتهم زوج، واحد بدرنق واحد احمر ذني كل فوق، وهذا احمر بس. بعد شدنا طبقات، بعد بعد ياهن 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 شوفك ياهن. لا مو ذيك، ذاك اشعل بحمر، ذاك اشعل بحمر بدرنق. البدرنقات هاي الطبقات مال البدرنقات، بدرنق ابيض التدور يا البدرنق الابيض. المهم اذا البدرنق مالتك الدقة مالته فاتحة مثل هذا الفحل مثل ذاك الفحل، يعني شلون مو حابسة؟ ها خلنا نشوفك الفرق بين الحابسة والفاتحة. هسه هذا حابسة، شوف شوف مالت رماني، هذا رماني. هسه طببك شفت هذا دكته حابسة يعني رماني. تعال حبيبي اموري، هاي الدقة عالضوء راحة فاتحة، يعني هذا بنات ترهيم، لان هن بنات الترهيم. فانت اذا تريد تطبق واذا حصلت هيجي لا تفوت، اشتري لا تفوت هيجي طير، اشتري طير بدرنق صبغته فاتحة صفراوية اشتري لا تفوته. مو اهم شي ترى الفلوس، اشتري فلوس. تعال بابا تعال، هاي الثاني هذا قلت لك عليه هذا حابسة، هذا يزق احمر ذاك يزق حني. هذا يزق احمر وذاك يزق حني، طيرتين متأخرت ما بيضت ما أدري ليش. المهم فاللي يسأل على الطبقات، هاي الطبقات هذا يزق حني، هذا يزق حني. شهود ويا هاي بناته تدرون بين طيت اللي أبو سجاد موجودات هسه معد فوق زوج من بنات ذني، لأن أبو سجاد تمرضت طيورة تدرون مصابت كلها ماتت من 90 ما بقى 20 رجيت شالهن جابهن الطانيان عمود عالجهن. بعد اسمى شوفك اياه ابنهن هذا ابن ذني، شوف راح اقطع التصوير من ذني شوفهن زين الضوبة، راح اقطع هنا وراح اشوفك ابنهن، راح اصعد فوق اصور لك ابنهن تدلل. شوف هذا ابنهن، باعه هذا ابنهن مرضى هن بناتهن. المهم انه اذا عندي وجبه ناكله مرضى هاي يدرون بيه الجماعه مال اخوي. بعد صبغته شوفه زين، صبغته زينه هذا بن ذني. فاذا تريد تطبق
اطبق باع الفيديوهات القديمة، شوف الطبقات اللي زقين حناني زين، وانا بخدمتك. هاي الفرخات طبعا فاتح الباب انا من الصبح الها، هاي الفرخات، هاي الارافل، هذا شعلب احمر، انجوازي 3، شكريا الزوج، ارافل 7. يلا نقطع. هذا التصوير مال اليوم بس مال الخانات، ريت اصوركم اياهن بخدمتكم. لا تنسون اشتراك، لايك، صعد القناة، انشروها، راح نطب السنة الثانية عليها، وكل شيء ماكو يعني 1000 مشترك ما واصله. يلا في امان الله.